خلنا أول شيء نتفق أن الحزم على أرضه وبين جمهوره صعب جدا، والدليل بأن الاتحاد أول مباراة أو أول فريق يلحق فيه هزيمة، تعادل مع الهلال، مع التعاون، مع الفيصلي، مع الأهلي، وتتحدث عن بالذات تحديدا الهلال والأهلي، يعني تتحدث عن فرق ذات بطولات. أي نعم الأهلي لا زال مو بالأهلي، لكن فرق ذات بطولات. أنا يعني متفق إلى حد كبير مع أبو علي في كل ما ذكره، وسبق وأني قلت ترى الخيار الاتحادي في عملية الروماني كوزمين هو لاعب على أعلى مستوى، لاعب لأندية على أعلى مستوى في أوروبا، لكن التاريخ الحقيقي أو السيف الحقيقي، الملف الحقيقي لتجربة كوزمين كمدرب أقل من عادية، حتى تدريبه للمنتخب الروماني جاء على مرحلة يعني مؤقتة وقصيرة، بمعنى أنه ولم ودرب أندية في رومانيا، لكن ما هو المدرب اللي عنده كل زي ما قال أبو علي كل هالترسانة من النجوم. أنا أقول ولا زلت مصر أن الاتحاد أفضل فريق في السعودية حاليا عنده عمود فقري. تتحدث عن مين؟ تتحدث عن قروهي، حجازي، كريم الأحمدي، روما، وأيضا كورنادو. أضف إلى القوة الضاربة اللي تجي عن طريق البيشي، اللي تجي عن طريق سعود عبد الحميد، تجي عن طريق المالكي، تجي عن طريق العبود. يعني الاتحاد عنده أسماء صراحة قادرة على أن تحقق 3 نقاط في مرمى أي فريق. أي نعم الاتحاد أخذ 3 نقاط بعد خسارة مؤلمة جدا من الشباب أبعدته مؤقتا عن الصدارة، وأيضا تعادل غير متوقع أمام ضمك حتى وإن كان ضمك بهذه الوضعية وبهذه الأفضلية. أنا أيضا بوجود عندي تساؤل كبير، الفيفا لما أعطى الضوء الأخضر في عملية ال5 تغييرات كانت هذه لأسباب أزمة وجائحة كورونا. اليوم ترى أنت كمدرب مو بالضرورة أنك أنت ممكن تلخبط سيستم الفريق، ترى اليوم الحزم كان في أي لحظة ممكن أن يعود للمباراة ويتعادل، وهنا لو تعادل الحزم بيكون عندك مشكلة كبيرة. لذلك آخر حاجة بالنسبة لي، أنا مع معاقبة اللاعب أوكي، ولست مع معاقبة الفريق، بمعنى أنه فهد المولد الشوشرة اللي سواها وكل الفيلم اللي سواه بعد المباراة الماضية لما أخرجوا المدرب وعملية التفلت اللي سواه واللي لا يمكن يكون مقبول من أي لاعب، أي لاعب. فهد احنا نحبك فهد، ترى نفرح لما نشوفك في أداء ووضعية. فهد احنا نبغى نحافظ عليك عشان المنتخب السعودي ونادي الاتحاد. انت نجم وطيب، انا اعرف قلبه طيب، بس انت يا فهد اللي تسويه هذا غلط. انا مع زي ما قلت لك وجود عملية العقاب للاعب مباشرة، اتمنى انه فعلا في عقاب داخل الغرفة، داخل غرفة الملابس، لكن في سؤال يعطيك انطباع انه فهد لا زال متنشن. ارجع للمباراة لما نزل في مرتين وجابها الناقل الرسمي، بغى يصير في مضاربة بينه وبين واحد من لاعبين الحزم، اوكي؟ لذلك شيء يعني مو مقنع. وبنفس الوقت انت كمدرب طالما حاسس ان فهد، ترى لا تعالج نفسية فهد على حساب الاتحاد، زين؟ طالما حاسس ان فهد ليس في كامل عافيته، ما خليه يشوت البلنتي. هو اللي طلب منه حسب انا ما شفت بعد المباراة، او اللي انا اللقطة اللي انا شفتها، حجاز ياخذ الكورة وسلمها لفهد المولد. مو بصحيح، مو بصحيح هذا الكلام، قلناه قبل كذا عن حمد الله، قلناه عن حمد الله. انا فرنانديز لما كان يدرب النصر في تجربتين كنت اجلس معاه في بيت الامير فيصل بن عبد المعن، تعرف ايش يقول لي؟ يقول لي سواء في ركلات الترجيح او في ضربة الجزاء اللي تجيك أثناء المباراة تحسب خلال 90 دقيقة ولا 120 دقيقة، يقول اللاعب لو كان ماجد عبد الله، شوف ماجد عبد الله أوكي، مع كل الاحترام والتقدير لبقية النجوم، إذا ما كان في جو المباراة ذاك اليوم، إذا هي لك ضربة جزاء أو عندك وصلت إلى ركلات ترجيح لا تخليه يشوت، حيضيع. وقد صارت دام استشهدت في النصر، قد صارت للنصر في نهائي من بحيث الجمعان، بس مش مع فرنانديز.